بمناسبة عيد الفصح المجيد، قامت وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة هالة لطوف بزيارة إلى مطعم الرحمة في جبل الويبد بعمان الذي تشرف عليه جمعية الكاريتاس في الأردن، حيث قدمت التهنئة للعائلات المتواجدة هناك بهذه المناسبة المباركة. وقامت الوزيرة لطوف يرافقها النائب قيس زيدين بالتجوال في أرجاء المطعم، حيث التقت بالسيدات العاملات في المطعم وعدد من موظفي ومتطوعي الجمعية الذين يقدمون بشكل يومي المساعدة للمحتاجين وتقديم الوجبات الغذائية المجانية لهم. اليوم زيارتنا لمطبخ الرحمة جمعية كاريتاس، ونتفقد عمل الجمعية، نشوف شغلهم خاصة في هالأيام، جاي رمضان على الأبواب وبناسبة الأعياد. والحمد لله الجمعية بتكون بعمل هام جدا، المطبخ مفتوح كل أيام السنة، بقدم 300-400 وجبة مطبوخة بكل محبة لأي حدا بده يأخذها بكل احترام وتقدير. احنا باعتقادنا انه هذا العمل الانساني وتكامل الجهود من اهم الاشياء اللي عنا اياها بالاردن، لانه اطعام الطعام من اهم الصدقات، وان شاء الله هيك نضلنا بدعم هالجمعيات القويه نقدر نوصل لكل محتاج. واليوم زادنا فرح وبهجه زياره سعاده وزيره التنميه هاله لطوف، تفضلت هون بمطعم الرحمه واشرفت على الستات وكيف طبخوا لليوم. اليوم عندنا عائلات كثير جاي تحتفل عندنا، تاكل وجبه ساخنه بهالعيد مع بعض، نحتفل باجواء كثير حلوه، اجواء محبه وسلام.